ثم ارفق بأولادك، ارفق بأولادك بالتعليم، وخاصة الأب يريد أن يرى المثالية في أولاده. فعند أي خطأ يعني أنا حاطط لك معلم وحاطك بمدرسة عشان آخر شيء ما تدرس، فمباشرة الأب والأم هن بدهن أولادهم يكونوا مثاليين، فلما ما يشوفوا المثالية هاي بيفرطوا عليهم ونخرجوا من الرفق. بلاقيه مثلا لابني بالمدرسة نجح بكل المواد إلا مادة أو مادتين رسب فيهم جايين وصائد كمان. طب ما بالنسبة للمواد اللي نجح فيهم يعني هولي مواد كفار يعني ما نجح فيه يعني بذل جهده فيهم، بس هولي يعني لعله إنه بده كلمات تشجيع، بيقوم ببعض الواجبات والمهام بالبيت أنا بدي أحفزه، عارف العادات اللي عببنية العادات الصغيرة يلي هي النظافة الشخصية قوة الشخصية لا أنا بتعلمها، هاي بدها تحفيز بدها تقدير. الولد يحتاج إلى تقدير منك. متى كانت آخر مرة أخبرت ولدك أو ابنتك أنك فخور به؟ تيجي تقول لبنتك أنا فخور فيك، طب عشو؟ طب هي طلعت هيك، طب أنا شو عاملي لحد فخور فيني؟ أو صبي إنه أنا ماما أنا ما عامل شيء لحد تكون فخور فيني. لا لا لا، أنت مش عم بتصلي؟ أنا فخور فيك عم بتصلي. أنت مش عم بتقوم ببعض واجباتك الأساسية؟ أنا فخور فيك، بس لأنك ابن أنا فخور فيك. أنت هدية من الله لي. أحلى بشارة سمعت بعمري، بارك مولودك الجديد، غمرتك ضميتك لصدري، صارت كل أيامي عيد. فأنا فخور بهذه الهدية رغم ما فيها من أخطاء، عشان مش هتجيك يعني شيء ما فيه عيوب. أنت بالدنيا فيه عيب، أنا أتقبل هذا العيب بولدي وأسعى لتصحيحه معه. فكن رفيقا مع أولادك. تيجي لعند ابنك أنا بدي إياك تحفظ القرآن بسنة أو بسنتين، قبل العشر سنين بتكون حافظه. ليه؟ طب إذا حفظه على 12، إذا حفظه على 18، أنا بدي إياك تكون الأول بالمدرسة. ليه؟ طب الثاني، طب الثالث، طب بلاش أنا كنت الأول بالمدرسة مثلا، ولا وحتى لو أنا كنت الأول بالمدرسة لازم كل أولاد يطلعوا الأوائل، لازم تطول لي رقبتي. ليه تطول لي رقبتي؟ أنت اللي حيطول لك رقبتك عملك مش أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، مش اللي أولاد بيكونوا كذا وكذا. أنت عليك أن تبذل ما تستطيع بالتربية، وأجرك عند الله سبحانه وتعالى، وتلتمس الأجر وطيب الذكر من الناس بإيش؟ بعملك مش بأولادك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فما تحط براسك أنه أنا ابني لازم يطلع مهندس، لازم يطلع دكتور، لازم يطلع كذا.